سيحسم الدوري القادم من وجهة نظرك، ومن سوف يكون له الـ يعني اليد العليا في الدوري من خلال الصفقات والاستعداد الجيد للدوري المصري السنة دي أو السنة القادمة إن شاء الله الموسم الجديد يعني. ماشي، خليني اقول لك ان الاهلي هو اللي جاب 4 صفقات والزمالك 5 صفقات. الزمالك طبعا دعم كويس جدا بالنسبه انه ايقاف، كان عنده ايقاف كيد حل المشكله، بس الفكره ان هو هيواجه ايقاف كيد تاني على مدار الموسم في شهر 10 تقريبا الجاي، ودي مشكله هتواجهه في يناير. تمام، يعني دي خليني اقول لك من دلوقتي ان تشامبونج هيبقى عليهم فلوس $200,000 تقريبا. الزمالك تشامبونج طلع وقال ان المجلس السابق اداني كل حقوقي وما عندي ملوش حقوق عند نادي الزمالك. هنا في انا مش فاهم حاجه يعني انا ما اعرفش لغه الكرسي يعني. هو تشامبونج طلع في فيديو وقال ان انا خدت حقوقي كلها من نادي الزمالك، طب ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم. طيب هو لو خد كل حقوقه ما كانش الفيفا حكمت له $200,000؟ يعني هو ازاي خد حقوقه والفيفا حكماله؟ فلا هو طبعا ليه $200,000، ودي بسببه كده هيقف تاني، وحتى دكتور حسام النندوه اكد على الكلام ده امبارح في حلقه. طيب يا اسلام، الصفقات يا اسلام، الصفقات بسرعه استاذ اسلام عماد، الصفقات اخبارها ايه؟ الاهلي سيفوز ام الزمالك؟ وايهما اقوى؟ لا بص، خليني اقول لك ان الاهلي مشى لعيبه، جاب مكانها لعيبه، جاب لعيبه هو فعلا محتاجها. الزمالك على الجانب الثاني جاب عمر فرج علشان مجرد بس ان الاهلي كان بيفاوضه، جاب لعيب سني ضايق، مع هو لاعب امكانياته طبعا جامده وكل حاجه، بس هو مواليد 2005 لو بصيت، هل هيقدر يصنع الفرق؟ ما اعتقدش، لسه بدري عليه. في مثلا جايب عمر فرج، عمر فرج هو مهاجم ومتميز وكل حاجه، بس حتى كولر ما رضيش بيه عشان قصر طوله. فيعني انت جايب، وجايب برضه في ناحيه الباك الشمال جايب محمد حمدي وبنتايج، طب انت عايز صفقتين وانت عندك عبد الشافي واحمد فتوح ممكن يطلع في اي وقت، فانت كده عندك 4 باك شمال، رايح تدعم باثنين كتير قوي في حته الباك الشمال. فاعتقد ان صفقات الزمالك مش مفيده ليه خالص، وكان محتاج حارس اولى، كان محتاج مدافع، لانه حتى بيلعب بالمستوشي دلوقتي اساس اللي هو مش سيرد باك اصلا، باك يمين اصلا في الاصل. تمام، ما اعتقدش ان الزمالك جايب صفقات محتاجها. على الجانب الثاني الاهلي جايب يوسف ايمن سيرد باك، هو طبعا محتاجه ومحتاجه جدا كمان، خصوصا ان محمد عبد المنعم مشي، جايب عمر الساعي موهبه الاسماعيلي وواحد من احسن المواهب اللي طالعه في مصر، جايب يحيى عطيه طله باك شمال طبعا علشان علي معلول مصاب ما عندوش باك شمال غيره، فجايب يحيى عطيه طله لاعب يعني بقيمه علي معلول، تقدر تقول هو ثاني احسن باك ليفت في القاره، فمعوض باك ليفت بباك ليفت كويس بعده باللي بعده على طول.